أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، نخصصها للحديث عن الجهود المصرية لدعم أهالي قطاع غزة. شهد معبر رفح الحدودي دخول الدفعة الثانية من القوافل الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي. يأتي ذلك بعد يوم من دخول نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث كانت الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية. جاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة وسائقي الشاحنات. وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدا لإدخال المساعدات للقطاع. تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة. خصصت مصر مطار العريش لتلقي مساهمات دول العالم لدعم سكان القطاع. استقبل مطار العريش طائرتي مساعدات قطرية تمهيدا لإدخالهما إلى غزة، كما استقبل أيضا طائرة مساعدات قادمة من الهند. تحمل الطائرات الثلاث مساعدات غذائية وطبية للتخفيف عن أهالي القطاع. يأتي ذلك استمرارا لدور مصر الكبير لدعم الأشقاء في فلسطين وحشد المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن حجم الحضور الكبير في قمة القاهرة للسلام يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر، كذلك مكانة الرئيس السيسي والمصداقية التي لديه ومدى الانشغال والقلق من الأزمة الراهنة. أضاف متحدث الرئاسة أن هدف مصر من انعقاد القمة حشد توافق المجتمع الدولي حول الأوضاع في غزة، مؤكدا أنه كان هناك العديد من نقاط التوافق بين الدول المشاركة في القمة حول الوضع الإنساني وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، مضيفا أن احترام حقوق المدنيين وحل الدولتين كان من أهم نقاط التوافق بين المشاركين في القمة، منوها بأن مصر نجحت في إبراز نقاط الاتفاق حيث يمكن البناء عليها. كما أوضح متحدث الرئاسة أن مصر أشهدت العالم في قمة القاهرة للسلام على موقفها الواضح من رفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء، مشيرا إلى أن هناك تقديرا واسعا لدور مصر في القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات لسكان غزة. سعت مصر من خلال دعوتها لقمة القاهرة للسلام إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، وأكدت رئاسة الجمهورية أن مصر تحافظ دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حيادة أو تراجع عنه.
نشرت جريدة نيويورك تايمز مقالاً تحت عنوان إسرائيل على وشك ارتكاب خطأ فادح، ووجه المقال للكاتب الصحفي الأمريكي الشهير توماس فريدمان نداءً للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيه إن بايدن فشل في إقناع إسرائيل بالتراجع والتفكير في جميع الآثار المترتبة على اجتياح غزة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. وبحسب المقال فإن اندفاع إسرائيل الآن إلى غزة لتدمير حماس دون التعبير عن التزام واضح بالسعي إلى حل الدولتين مع السلطة الفلسطينية وإنهاء المستوطنات اليهودية في عمق الضفة الغربية، فسوف ترتكب خطأ فادحا سيكون ذلك مدمرا للمصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية. وأشار المقال إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إشعال حريق عالمي وتفجير هيكل التحالف المؤيد لواشنطن بالكامل. قالت وكالة أنباء أسوشيتد بريس إن الخطابات التي ألقيت في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة عكست الغضب المتزايد في المنطقة، وأشارت الوكالة إلى أن الغضب امتد إلى ما هو أبعد من المخاوف من النزوح الجماعي، موضحة أن مصر والأردن انتقدتا بشدة إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة خلال القمة. اهتمت صحيفة جابان تايمز اليابانية بعقد قمة القاهرة للسلام التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الفلسطينية. وفي تقرير لها أشارت صحيفة جابان تايمز لدور مصر الذي تأكد مجددا في ظل الأزمة الحالية كقوة إقليمية فاعلة في المنطقة، ووصفت الصحيفة اليابانية موقف مصر بالمفتاح لمصير اللاجئين والتدفق المستمر للمساعدات لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2 مليون نسمة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد خبير الشؤون الدولية بالأهرام. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيه. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني مصر أنفدت أو حققت المراد من قمة السلام، وهو الإدانة للعمليات التي تتم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، وهو بالكاد يعني نتحدث أنه إثبات للعالم كله أن مصر دائما في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية يعني أولا، وثانيا في إنفاذ الإرادة في إدخال المساعدات الإنسانية، ونحن نتحدث الآن عن اليوم الثاني لدخول 17 شاحنة أخرى. يعني والحديث الآن من كل الوكالات الدولية عن نجاح قمة السلام، وإن لم تخرج ببيان كامل لكن حققت الإرادة المصرية. طبعا الواقع ان انعقاد قمة القاهرة للسلام بيحمل العديد من الدلالات والتداعيات والمخرجات المهمة. من حيث الدلالات بتعكس ان مصر طبعا تتحرك واخذت زمام المبادرة في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنه ومواجهة هذا العدوان الشامل على الابرياء والمدنيين في قطاع غزة، وهو دور يعني مصر متواصل منذ عقود، وبيعكس ان القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني هو احد الثوابت الاساسية في السياسة الخارجية المصرية. ولذلك أمام هذا التصعيد غير المسبوق، أمام هذا المعاناة الضخمة للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، أمام هذا العدد الكبير من الشهداء اللي تجاوز 4000، حركت مصر منذ اليوم الأول سريعا في إطار العمل على حشد الجهود الإقليمية والدولية لبناء توافق وجبهة إقليمية دولية تمثل حائط صد أمام تيار التصعيد والاندفاع الحالي الذي تقوده إسرائيل، وبالطبع بدعم غربي ودعم أمريكي وإعطاء الضوء الأخضر لها لكي تتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى مبدأ أو إلى سياسة العقاب الجماعي والتهجير، محاولة التهجير القسري للفلسطينيين. ولذلك جاءت القمة لتعكس دائما محورية الدور المصري، قدرة مصر على بناء هذا التوافق والذي انعكس في حجم هذا الحضور الدولي، أكثر من 31 دولة ممثلين لها ومنظمات دولية عديدة، بما عكس ان هناك الان يعني تيار الحكمه والاعتدال والواقعيه والوسطيه والاحتواء الذي تقوده مصر في مقابل العمل. قمه القاهره كان لها مخرجات ثلاثه مهمه على مسارات ثلاثه. المسار الانساني باعتقادي ايضا كان مهما، وهو تحرك مصر من اجل دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه سياسه العقاب الشامل والحصار، وتقوم اسرائيل بمنع عنه الكهرباء والماء والغذاء والدواء، بل تعيد دخول المساعدات الانسانيه عبر مبرح معبر رفح في محاوله مكشوفه من الجانب الاسرائيلي لاستغلال البعد الانساني
في الضغط على الشعب الفلسطيني، وده دفعا نحو الهجرة المصرية من الشمال غزة لجنوبها ثم إلى الحدود المصرية في إطار مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. وهو طبعا مرفضته مصر واعتبرته خط أحمر ورسالة واضحة لكل القوى الدولية والأقوى العالمية بأن التهجير هو خط أحمر، لذلك سعت مصر إلى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء، وقذفت مصر حقيقة طريق الإنسانية الذي يعني انكشف من المجتمع الدولي الذي يقف صامتا ومتفرجا أمام هذه المأساة. يعني أغلب الضحايا كلهم من الأطفال والنساء، وهم ليس لهم أي ذنب ولا جريرة بما تقوم به إسرائيل. أيضا التأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل من منع الكهرباء والدواء وغيرها تمثل يعني جريمة حرب وانتهاك للقانون الإنساني، ولذلك ضغطت مصر سعت خلال الجهود الإقليمية والدولية مع الجانب الأمريكي، ولم يكن غريبا أن يتزامن قمة القاهرة مع دخول 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية أمس عبر معبر رفح، واليوم الدفعة الثانية. هو بيعكس الإصرار المصري حقيقة على الوقوف شعبا وحكومة ودولة، وكل هذا حقيقة في توجيهات من الرئيس السيسي حقيقة الذي يعني انبرى منذ اليوم الأول بعمل على تخفيف هذه المأساة الإنسانية أمام الشعب الفلسطيني. وبالتالي المسار الإنساني حقق نتائج مهمة في قمة القاهرة، كان أحد المخرجات وجدنا الخطاب الدولي الأوروبي الغربي حتى المتضامن مع إسرائيل كله يتقارب مع الموقف المصري في أهمية حماية المدنيين، في أهمية إدخال المساعدات الإنسانية. وجدنا أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش يذهب إلى الحدود على معبر رفح ويعطي رسالة تؤكد إنسانية الدور المصري في مقابل هذا الزودية من المجتمع الغربي الذي تعاطف مع مدنيين أحد الأطراف ولم يتعاطف مع المدنيين من الطرف الآخر رغم اختلاف حتى موازين خلل في موازين القوة. ولذلك كان أحد ثمار قمة القاهرة هو إعطاء وكشف ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان شامل، تهجير قسري، من حرمان من أبسط مقومات الحياة. ولذلك كانت جهود مصر في حشد هذا الدعم في اتجاه إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. نعم. أيضا مخرجات على المسار الأمني والعسكري كان أيضا من أبرز مخرجات قمة القاهرة، وهو الرسالة المصرية بأن الحرب الحالية في غزة إذا لم يتم التدخل والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة ووقف التصعيد ستقود إلى حرب إقليمية لن تكون في مصلحة أي طرف وستفاقم من حالة عدم الاستقرار. ولذلك كان التحذير المصري والرسالة المصرية فيما يتعلق بضرورة أن تقوم الدول الكبرى بجهودها بدورها في تحكيم هذا الاندفاع الإسرائيلي وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني من أجل أن منع أو الحرب إقليمية لن تبقي وتظهر لكل الأطراف. أيضا هذا المسار الثالث المسار المهم، وكان أحد أيضا مخرجات قمة القاهرة، وهو أن مصر أوصلت رسالة ووضعت يدها على الداء. هذا الداء هو أن ما حدث من انفجار، ما حدث من مجهات دموية يدفع سفنها الأبرياء، الأبرياء هو نتاج للدواء أو الداء المستمر، وهو المتعلق باستمرار الاحتلال وغياب أفق التسوية السياسية. ومن ثم قدمت مصر الدواء خريطة الطريق للخروج من هذه الدوامة المستعرة وهذه دوامة العنف وحالة الصراع المستمرة منذ عقود من خلال معادلة بسيطة، وهي إقرار السلام العادل والشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو السبيل الوحيد فقط الذي يمنع مثل هذه الأعمال والمجاهدات الدموية، والسبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار. وبالتالي كان هنا دعوة وتحفيز القوى الكبرى والقوى المختلفة للعمل على الانخراط وحل المشكلة من جذورها، لأن استمرار غياب الدور الدولي، استمرار الاحتلال، استمرار غياب الأفق السياسي، استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومسيطرة الأراضي يتغذي بيئة الصراع، وبالتالي تدفع إلى مزيد من العنف الذي يدفع ثمنه الأبرياء ويعيق حتى القمة المنطقة عن تحقيق حتى الاستقرار والتنمية والإزدهار في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تفرض على الجميع أن يكون هناك احتكام إلى صوت العقل والعمل على حل المشكلة من جذورها. وأنا في اعتقادي أن قمة القاهرة برأسها الثلاثة على مستوى مخرجاتها، على المستوى الإنساني، مستوى الأمن والعسكري والمستوى السياسي، شكلت نقطة مهمة وخطوة مهمة كبيرة باتجاه الحلحلة، وعكست محورية ودورة ورؤية الدور المصري في تغليب أو تعزيز طيار الاعتدال، حكمة الاحتكام للعقل في ظل هذا الاندفاع الذي نراه وفي ظل هذا الانحياز الغربي في المواقف الذي شجع إسرائيل على المضي قدما في هذه السياسة في سياسة العقاب الجماعي والتهجير الشامل والتهجير القسري. وأعتقد أن الرسالة المصرية والعربية كانت واضحة في قمة القاهرة في السلام. نعم، وأريد أن أضيف يعني برأي حضرتك أيضا أن يعني امتناع
مصر بالخروج بالبيان الختامي بسبب يعني تعنت البعض كما ذكر في الأحاديث عن إدانة فقط جانب واحد، ونحن بالطبع نفهم فكرة أنهم فقط يدينون حماس ويتحدثون بنص واحد، هم أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وما إلى ذلك، لكن يعني أحرجت قمة القاهرة للسلام فكرة عدم الإزدواجية وعدم الإنصاف للإنسانية، وهو ما دعا أيضا البعض للخروج بالدعوة وزيادة المساعدات الدولية والأموال لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، وأظن أن ذلك أيضا نجاح للإرادة المصرية في إحراج المجتمع الدولي. بالطبع أستاذ محمود، يعني رغم المواقف الغربية يعني المتبينة والحتى الآن تصر على يعني التعامل بمكيالين، على النظر بعين واحدة وهو التضامن مع أحد الأطراف والتأكيد على ما يعتبرونه حقه في الدفاع عن نفسه، هذا الطرف بالأمانة وهذا الموقف جزء من المشكلة، هو يعقد المشكلة ولا يحلها. لماذا؟ لأن الازدواجية يعني تمثل استمرارا لبيئة الصراع، تمثل استمرارا لحالة من الخلل السياسي والخلل الأمني التي ينتج عنها مثل هذه المواجهات الدموية. لكن في المقابل كانت الرسالة المصرية واضحة، ومعها أيضا الرسالة العربية في توضيح الخطوط الحمراء ورفض التهجير القسري في وضع حل لهذا الصراع وخريطة الطريق، تقول ببساطة أن ما حدث من انفجار هو نتاج لهذا المرض، ولابد من علاج المرض بشكل جذري من خلال وقف إسرائيل لسياسات العدوانية، إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كبقية شعوب الأرض. هذا آخر احتلال. نعم، ووجود دولتين حتى يستطيع أن يعيشوا بسلام، وهو ما خرج به أيضا معظم الدول العربية وتحدثت به وتحدث به السيد الرئيس. أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الدولية بالأهرام، شكرا جزيلا لك. نشرت جريدة نيويورك تايمز مقالا تحت عنوان إسرائيل على وشك ارتكاب خطأ فادح، ووجه المقال للكاتب والصحفي الأمريكي الشهير توماس فريدمان، قدم نداء للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيه إن بايدن فشل في إقناع إسرائيل بالتراجع والتفكير في جميع الآثار المترتبة على اجتياح غزة بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. وبحسب المقال فإن اندفاع إسرائيل الآن إلى غزة لتدمير حماس دون التعبير عن التزام واضح بالسعي إلى حل الدولتين مع السلطة الفلسطينية وإنهاء المستوطنات اليهودية في عمق الضفة الغربية، فسوف ترتكب خطأ فادح وسيكون ذلك مدمرا للمصالح الإسرائيلية والأمريكية. وأشار المقال إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إشعال حريق عالمي وتفجير هيكل التحالف المؤيد لواشنطن بالكامل. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني تعليق حضرتك على هذا المقال، وهو يتسق أيضا مع تصريحات بايدن عندما جاء لزيارة نتنياهو وذكر أن أمريكا لا توجد هنا للحرب في قطاع غزة، أو أنها ستساعد يعني في الاجتياح البري وما إلى ذلك، وحذره من سرعة اتخاذ ذلك. هذا المقال ويعني فريدمان من الأسماء القوية والتي يسمع لها ويقرأ لها في الأوساط الأمريكية، في مقال واضح لتحذير الإدارة الأمريكية مرة أخرى. وطبعا يعني توماس فريدمان من اليهود الأمريكيين، وهو صاحب كتاب مشهور، يعني كاتب مشهور في نيويورك تايمز، وبتميز طبعا في هذه المقالات المتسلسلة، يعني المقالات السابقة كان عنده حينما تناول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وما حدث، أكد على ضرورة رحيل نتنياهو، لأنه لا يملك من العقلانية الآن في أن يتخذ قرار يمس إسرائيل. من يملك القرار الآن مع نتنياهو كلهم يتصفوا بالتشدد واتخاذ قرارات غير عقلانية. بايدن حذر بعدم غزو غزة واقتحام غزة لأن هيكون في تكلفة كبيرة. توماس فريدمان يمكن في المقالة دي، وعلى فكرة الآراء دي متكررة في الولايات المتحدة من فترة، من قبل عملية الأقصى، إن السياسات الإسرائيلية تأخذ الأمريكيين بعمى إلى تنفيذ أو إلى تقديم دعم يهدد في المدى الطويل المصالح الأمريكية. يعني النجاح الدولة الكبيرة التي تهيمن على النظام الدولي أنها تقدم نفسها على أنها دولة تمثل معايير للعدل وبتضرب المثل بها في ديمقراطياتها وحقوق إنسانياتها، لكن لما يجي المواطن الأمريكي يستشعر بالتناقض ده
ما بين السياسة الخارجية الأمريكية وما يقال له، فهذا أمر بيدفع طبعا إلى إعادة التفكير النقدي، وده اللي حصل بقى مع الأمريكيين الآن. الشعب الفلسطيني بيقتل بدون ذنب، قتل عشوائي، في أصوات العقلانية بتطلع من دول متعددة كمصر مثلا في قمة السلام الأخيرة أمس، رئيس سيسي الكلام جميل جدا وواضح، يعني في حديث أن العقلانية يجب أن نفكر بها. وأنا أفتكر أن الأمريكيين سواء كانوا الأكاديميين أو الصحفيين المعتدلين شافوا فيما تقول فيه إسرائيل ضرر لإسرائيل نفسها وضرر للمصالح الأمريكية وإلى سمعة أمريكا اللي هي متضررت. هذه فرصة مؤاتية لإدارة بايدن، وخصوصا الحزب الذي يحكم به بايدن الآن، شباب الحزب الديمقراطي في آخر استطلاع للرأي أظهر دعما للقضية الفلسطينية وليس للإسرائيليين. في خطأ في إدارة المشهد، هذا الدعم الغير مسبوق من بايدن للإسرائيليين لقتل الفلسطينيين هيكون في مشكلة، يجب أن يتوقفوا ويعيدوا النظر. وأنا أفتكر أن هذه الآراء في نيويورك تايمز أو الآراء الأكاديمية زي ريتشارد هاس مثلا في مجلس الشؤون الخارجية، يعني عدد من الأكاديميين ومن الموضوعيين في الولايات المتحدة والشوارع الأمريكية والبريطانية ممتلئة بالتظاهرات ضد التصعيد الإسرائيلي، شاهدنا بالأمس. نعم في لندن يعتبر يعني من أكبر المظاهرات منذ عقود، وحتى ما كانت في نيويورك، وظهر بها كما حضرتك ذكرت بعض الصحفيين وبعض اليهود حتى كانوا يقولون أنهم ضد الصهيونية وضد ما يحدث في فلسطين. طب تأثير ذلك يا دكتور على يعني الجميع قد أجمع أن محاولة بايدن للنجاح وزيادة أسهمه في الانتخابات القادمة هو الدعم الكامل لإسرائيل، هل تكون هذا التحذير وهذا الانجراف أو التصارع الذي يقوم به نتنياهو يؤثر بالسلب على كما حضرتك ذكرت من شباب حتى الحزب الديمقراطي ومن الانتخابات القادمة، وكيف سيكون يعني رد بايدن أو محاولة بايدن لوقف نتنياهو؟ قرارات بايدن بالدعم الأعمى لإسرائيل في هذه الأزمة وقبلها، يعني إحنا ما تقتل إسرائيل الفلسطينيين من المسافة صفر، ويقتل المتشددين الفلسطينيين الأبرياء من المسافة صفر، وإسرائيل يمكن تاني أو ثالث دولة على مستوى العالم بيحمل مواطنيها السلاح، وبالتالي يستطيع أن يقتلوا في أي وقت وتحت أي ظرف وتحت أي تبرير. أنا أفتكر أن بايدن يعني هو بيواجه تحدي، والحزب الديمقراطي بيواجه تحدي. الأمريكيين أنا يعني سمعتهم كتير جدا يقولوا لي يعني طبعا احنا نصرف لي 11 أو 13 مليون دولار يوميا لصالح إسرائيل، ليه يعني؟ يعني ما الذي تقدمه إسرائيل لي أنا كمواطن أمريكي؟ وده على فكرة النغمة دي زادت، كان فيها حديث على أوكرانيا وبدأ الحديث يزيد على موضوع إسرائيل. هم أقنعوا الأمريكيين أن أوكرانيا مصلحة وطنية كبيرة لأمريكا، لأن أوكرانيا في أوروبا ومهم حفاظ على الدولة الأوكرانية. أوكي طيب، ما أنت لما نفذت نفس المعايير في دعمك لأوكرانيا هتلاقي نفسك أوتوماتيك كأمريكاني أو صانع سياسة في أمريكا تدعم الفلسطينيين. إذا وجدت المعايير دي أصبحت لا تنطلي ولا يأخذ بها الشعب الأمريكي. وعلى فكرة التغيير في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، وده قادم لا محالة، سيكون من الشارع الأمريكي وسيكون من الشارع الأوروبي ومن الأوروبيين نفسهم ومن الأمريكيين نفسهم، المواطنين اللي بدأوا يقارنوا ويفكروا. ده التغيير الحقيقي الذي سيكون له صانع، هيكون له ضغط على صانع السياسة المستقبلية. وبعد بايدن أي رئيس هيجي للبيت الأبيض تأكد تماما أنه سيكون عنده رؤية مختلفة في ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية الإسرائيلية وضرورة حل الدولتين. والكلام اللي قاله الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام، لو انت حضرتك كده ترجمته ترجمة حرفية هتلاقي حضرتك كل القيادات الأوروبية والعالمية اللي كانت موجودة في القمة هي نسجت من نفس صيغة كلام الرئيس السيسي، وهي خطة عمل لان احنا نحل المشكلة دي ازاي، مش تصدر لي بقى مشاكل تانية وتقول لي نهجر وننقل لسينا ونعتدي على السيادة المصرية. هذا كلام خزعبلات لا يمكن أن يؤخذ به أمام منطقا وعقلا ورشد. إسرائيل عندها خطأ يجب أن تعالجه ولا تصدر أخطائها
إلى الجوار، دولة محتل خالفت القانون الدولي أكثر من مرة ومش على رأسها ريشة زي ما بيقول بالبلدي يعني. في قواعد قانونية. هل السياسيين هيغمضوا عينهم الأوروبيين والأمريكيين إغماض العين مرة أخرى ويزيد القتل بغزو غزة؟ سيدفعون ثمنا كبيرا. طيب أنا عايز أسأل حضرتك على نقطة يعني في هذه النقطة، لأن يعني نرى وحضرتك طبعا تتابع سواء الإعلام الغربي في أوروبا أو حتى في أمريكا، هو سكريبت واحد يعني سكريبت بتاع أن كوندمن يعني ندين فقط حماس وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وما إلى ذلك. وحضرتك بتتحدث أنه سيأتي من الشارع الأمريكي، وبعض الأمريكيين للأسف وهم استغلوا ذلك أنهم يتابعون الإعلام ويتحدثون عن الأكاذيب مثلا في قطع رؤوس الأطفال ولا توجد صورة واحدة حتى الآن. يعني كيف يتعامل وكيف من الممكن أن يعلم الحقيقة المواطن الأمريكي؟ شوف فندم، هو المواطن الأمريكي بدأ يعلم، وأنا مراقب ده من 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي تحول وفي تغير كبير لفكر العدم شراء كل ما يقدم من الميديا الأمريكية الداعمة لإسرائيل. دلوقتي بدأ الأمريكيين عندهم رغبة للتفكير المنطقي ومقارنة بمقارنة والبحث عن الحقوق، وإن الشعب الفلسطيني في الأول وفي النهاية ده شعب بريء من كل ما تفعله أي جماعة أخرى. يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة، يعني هم الأوروبيين امبارح كانوا يعني لسه محتارين في تعريف المقاومة، وأن حماس هل يجب أن توصف بأنها حركة إرهابية؟ طبعا هو البريطانيين زمان لما كانوا الأمريكيين بدافعوا عن استقلالهم، ما كان الإعلام البريطاني بيقول على الأمريكيين أنهم إرهابيين. يعني كلمة استخدام الإرهاب ده بيطلق دائما على الدولة أو من يصطحب القوة. طب هل الولايات المتحدة ما تعملتش مع حماس؟ طب ما لها مكتب في أحد الدول العربية وبيتواصلوا مع حماس عن طريق دولة ثالثة يعني. وهل حماس لم تذهب إلى 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 إلى, إلى, إلى تركيا؟ يعني أنا قصدي الأمريكان يعني في بصراحة في موضوع التفسير اللي هو بيحاول إن هو يعطي لإسرائيل الحق الكامل بأنها تقتل الفلسطيني الأبرياء. وهل حماس موجودة في الضفة الغربية؟ طب ما في شهداء في الضفة الغربية، وفي شهداء في جنين وفي طول كرم. يعني أنا أفتكر يجب أن احنا نعيد تفسير المعنى أو تفسير المعنى لموضوع تعريف المقاومة ده شكله إيه. وأنا وجهة نظري هم الفلسطينيين بعد هذه الأزمة لهم واجب يعني يجب القيام به. يعني نلغي بقى فكرة الجهاد الإسلامي وحماس، هي المقاومة الفلسطينية دي كلمة مهمة جدا، لأن القانون الدولي أعطى الحق للوطنيين أو للشعب أن يقاوم. وبعدين احنا في الأول في النهاية هنلغي حماس وتلغي ده، اعطي الحقوق وخلي الناس تعيش وتاخد حقوقها وحريتها، والناس دي هتختفي وهتذهب بعيدا ولا يظهرون على وده يا دكتور ظهر حتى في كلمة يعني رئيسة الوزراء الإيطالية أن قالت سننتقل إلى يعني خناقات أو يعني مشاكل دينية أو ما إلى ذلك، أن ذلك سيقود لذلك، وهو ما نتمناه. أنا بشكر طبعا حضرتك على هذا التحليل الوافي ووجودك معنا الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك. وللمزيد أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بنرحب بحضرتك يا فندم، ويعني نؤكد أيضا على نجاح قمة القاهرة للسلام في فكرة إنفاذ الإرادة المصرية في المساعدات وإدخال المساعدات، وهو ما ينتظر ونتابع الآن دخول، يعني دخلت بالفعل عدد من الشاحنات وينتظر دخول شاحنات أخرى، فكرة دخول المساعدات الإنسانية. الفكرة الثانية هو الاقتناع بأن ما يحدث في غزة الآن ضد الإنسانية وضد القانون الدولي. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. بالفعل نجحت قمة القاهرة للسلام، أو عبرت قمة القاهرة للسلام بشكل أحرى عن إنفاذ أو وصول الرؤية المصرية أو الرسالة المصرية في التعامل مع التداعيات أو التطورات الحالية في قطاع غزة إلى مواقف العديد من الدول الغربية التي كانت انتقلت من الدعم المطلق ولا تزال تدعم إسرائيل فيما تراوح قوات الدفاع عن نفسها إلى النظر إلى الأمر من وجهة نظر أخرى، وهي ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة لإغاثة المواطنين الفلسطينيين في القطاع الذين يتعرضون للثور. الكلمات التي قالها المسؤولون على اختلافهم بالأمس في قمة القاهرة للسلام جاءت معبرة عن هذه الرؤية المصرية بضرورة أن تحترم إسرائيل فيما يعني أثناء قيامها بالدفاع عن نفسها، أن تحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن
تدخل أو يتم السماح وتتجنب قصف معبر رفح ولدخول المساعدات إلى الأهالي المحاصرين في قطاع غزة. كذلك عبرت الكلمات عن ضرورة أن يتم تجنيد المدنيين وإيلات الصراع الجاري، وهي في الأساس الرؤية المصرية أو الرسالة المصرية منذ اليوم الأول لجولة التصعيد الجارية منذ 7 أكتوبر بضرورة عدم استهداف المدنيين وأن لا يتحملوا ويلات الصراع. ومن ثم الكلمات جاءت معبرة عن الرؤية المصرية بشكل آخر، ومن ثم جاءت هذه الكلمات ربما تحمل توافقا على هذه الرؤية المصرية في التعامل مع الأمر. كلمة الرئيس الفلسطيني أيضا حملت يعني فكرة أنه يدعم مصر ويوافق مصر في فكرة عدم تصفية القضية الفلسطينية، وأنه يقف وضد التهجير وما إلى ذلك والدعوات إلى ذلك، وهو ما يدل على أن مصر تدافع دائما عن القضية الفلسطينية ولا تريد بتصفيتها بأي شكل من الأشكال. وهذا أيضا دليل واضح وداعم لمصر أنها ترى الرؤية الفلسطينية والهدف الفلسطيني بإقامة دولته على حدود 67. يعني في جولة التصعيد الراهنة كانت يمكن نقول أن الموجة كانت عالية فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية. رأت إسرائيل ومعها حلفاؤها من الدول الغربية أن الأمور مهيئة لتصفية القضية الفلسطينية بالدفع نحو التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء، ومن ثم تنتهي أزمة في قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل ويتم يعني تستولي إسرائيل بذلك على كافة الأراضي الفلسطينية. ولذلك كان الموقف المصري من هذا الأمر صامدا وثابتا منذ البداية برفض تصفية القضية الفلسطينية، برد التهجير القسري للفلسطينيين. الموقف المصري في هذا الإطار كان هو ليس الموقف المصري فقط، ولكن كان بشكل واضح هو موقف الفلسطينيين أنفسهم. إذا كان الفلسطينيون على استعداد بأن يتركوا أرضهم لتركوها منذ عام 1948، وبذلك غير مقبول بالنسبة إليهم أن يتركوا أرضهم للمحتل. وبذلك كان الموقف المصري معبرا، جاءت كلمة الرئيس الفلسطيني معبرة كذلك عن هذا الأمر وبختامها بأننا لن نرحل مهما كان الثمن، بكلمات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرفض التهجير القسري ورفض تصفية القضية الفلسطينية. أصبح الموقف الآن ليس موقف مصريا وليس موقفا فلسطينيا بحسب، إنها موقف عربي ثابت، وربما هو ما استدعى أو ترتب عليه أن يكون هناك اقتناع ما لدى الدول الغربية بأن هذا الأمر لن ينجح هذه المرة، وربما لن ينجح مهما كان مهما طال الوقت. كما أكد الرئيس السيسي بأن حل القضية الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية لن تكون ولن تكون على أي حال من الأحوال على حساب مصر. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. استقبل مطار العريش اليوم عددا من طائرات المساعدات القادمة من قطر والهند تمهيدا لإدخالهما لقطاع غزة. دعونا نذهب لمراسلنا إبراهيم عزت، أهلا بك، ولو تطلعنا يا إبراهيم عن يعني ما تحتويه هذه الطائرات، هل تم تفريغها بالفعل أم لا، يعني مزيد من التفاصيل عن الثلاث طائرات. شكرا جزيلا لك محمود. الآن أصبحوا 4 طائرات تحديدا قبل دقائق معدودة حطت في مطار العريش طائرة جزائرية قادمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهذه الطائرة تصبح هي الطائرة رقم 4 بعدما وصل صباح هذا اليوم طائرتان من قطر تحملان 78 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. والآن الجمهورية الجزائرية هكذا كما نتابع في هذه اللقطات التي تأتي حضراتكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة، يستعد رجال الهلال الأحمر المصري في تفريغ محتويات الطائرة من محتوياتها استعدادا لتخزينها في المخازن التي أعدت سلفا في مطار العريش، وأيضا هناك عدد من المخازن الأخرى التي أعدتها السلطات المصرية خارج المطار لاستيعاب كل هذا الكم من المساعدات من عدد من الدول. نتابع الآن يعني خروج إحدى الشحنات من الطائرة الجزائرية التي حطت في مطار العريش قبل قليل. إن كنا نتحدث عن محتويات الطائرات التي وصلت صباح اليوم هنا مطار العريش، نتحدث زميلي محمود عن مساعدات يعني طبية
بحمولة 8 أطنان وأيضا مواد إغاثية بإجمالي حمولة بنتكلم على 30 طن، 38 طن إجمالي الحمولة المقدمة من الهند. وأيضا كان هناك السفير الهندي الذي جاء مطار العريش لاستقبال هذه المساعدات. وعلى الجانب الآخر بنتحدث على أسطول جوي فتحته قطر ما بين قطر ومطار العريش لتقديم المساعدات. اليوم الطائرتان القطريتان كانت تحملان 78 طن في الحمولة الأضخم والأكبر الذي يشهدها مطار العريش منذ أن بدأ في استقبال الطائرات الإغاثة والمساعدة. هذه هي الصورة حتى اللحظة. مرة أخرى سأعود إليك للعاصمة. إليك محمود. نعم، بشكرك شكرا جزيلا طبعا مراسلنا إبراهيم عزت على هذا التقرير الوافي. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من رجال الدولة. وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف، كان أبرزها رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة سابقا وصولا إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه التغطية الحية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.